مرحبا بكم متابعينا في موجز أخبار اليوم. إذن مع أبرز العناوين: أهم تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، وحوادث مرور مؤسفة، 9 وفيات وإصابة أكثر من 300 شخص، والجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربيا في احتياطي الغاز، وأبرز تصريحات وزير التربية السيد عبد الحكيم بالعابد. ولكن كالعادة متابعينا الكرام، لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخلوا فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولنتابع تفاصيل مع أول خبر: تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لصحيفة لوفيغارو كما يلي: عودة معدل منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين إلى سابق عهده يدخل في إطار منطق الأشياء، والتطرف ليس جزائريا، لذا علينا معرفة أسباب تطرف بعض الجزائريين على التراب الفرنسي، وعلى فرنسا أن تتحرر من عقدة المستعمر والجزائر من عقدة المستعمر، ولا مسؤولية للجزائريين على من غادروا فرنسا ليتطرفوا في بلدان أخرى مثل سوريا، وفرنسا لم تطلب منا بعد رفع صادراتنا إليها من الغاز، ونطالب فرنسا بتنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتمنخس ورقان والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان. وكذلك اللغة الفرنسية لن تفرض على الجزائريين، والخيار بيد العائلات الجزائرية، وباستطاعة الرئيس ماكرون أن يجسد الجيل الجديد المنقذ للعلاقات بين البلدين. وكما أضاف أيضا سيادة الرئيس: سأزور فرنسا في سنة 2023 في إطار زيارة دولة، ولست أخاف الإرهاب على منطقة الساحل لأننا قادرون على هزمه، ولا حل هناك سوى الحل الاقتصادي التنموي. لا أدعم ولن أحكم على العملية الروسية في أوكرانيا، والجزائر بلدهم عدم الانحياز، وكان من الجيد أيضا أن تدين الأمم المتحدة ضم أراضي الجولان السوري والصحراء الغربية من قبل الكيان الإسرائيلي والمغرب، وليس إدانة الضم في أوروبا فقط. وقطعنا للعلاقات مع المغرب كان نتيجة تراكمات منذ سنة 1963، وكان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا، والشعب الجزائري هو من سيقرر إن كنت سأترشح لعهدة ثانية. وفرنسا كانت من أنصار المرحلة الانتقالية في الجزائر خلال الحراك، ولكن الشعب الجزائري اختار الانتخابات، وطبعا صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال، لأن الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي، وأتمنى مباراة كروية بين الجزائر وفرنسا بوهران أو العاصمة أو مكان آخر بالجزائر. وكما أكد أيضا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الإرهاب أصبح من الماضي ولم يعد يشكل أي خطر على الجزائر، متأسفا لرفض الأجانب الاعتراف بذلك. وكما صرح في نفس هذا السياق: الإسلاموية أفحت خلفنا ولا تشكل إطلاقا خطرا سياسيا حتى وإن لا زال بعض بقاياها متواجدا. وأيضا عند تطرقه لحالة عدم الاستقرار بشريط منطقة الساحل الإفريقي، وضح الرئيس أن تدهور الوضع في ليبيا ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو هذه المنطقة، مؤكدا أن تسوية الوضع بالمنطقة تمر بطبيعة الحال عبر الجزائر. وكما أشار أيضا إلى أن الأمور لم تكن لتصل لهذه الحالة إن تمت مساعدتنا في تطبيق اتفاق الجزائر لسنة 2015 الهادف لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، مضيفا أن الجزائر تسير بمنطق الجار إزاء هذه الأزمة ولا تقوم بالجيوسياسة مثل الآخرين. وكذلك أكد رئيس الجمهورية مصرحا: نعيش في توافق مع أشقاؤنا الماليين منذ أكثر من قرن، وأنه من أجل تحقيق السلام يجب دمج سكان شمال مالي في مؤسسات هذا البلد. وأيضا ليس موضوع الإرهاب الذي يقلقني، لأننا بإمكاننا الانتصار عليه، وأنا قلق أكثر بخصوص غرق منطقة الساحل في البؤس، فالحل هناك اقتصادي بنسبة 80% وأمني بنسبة 20%، وهذا حسب تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ومع خبر آخر مغاير:
حسب تصريحات مصالح الأمن الوطني للحصيلة خلال أسبوع، فقد لقي 9 أشخاص حتفهم، وكما أصيب 311 آخرون بجروح متفاوتة في أكثر من 280 حادث مرور وقع في الفترة الممتدة من تاريخ 20 إلى 26 ديسمبر الجاري على مستوى المناطق الحضرية عبر تراب الوطن. وكما قد عرفت حصيلة الحوادث انخفاض ملحوظ قدر ب 25 وعدد الجرحى ب 64 مقابل ارتفاع في عدد الوفيات للأسف ب3 أشخاص، وذلك بالمقارنة مع حصيلة الأسبوع الماضي. وأسباب هذه الحوادث ترجع بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان، وكذلك السرعة المفرطة والإرهاق وعدم التركيز في السياقة وغيرها من أسباب. وفي نفس هذا السياق تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحذر والحيطة أثناء السياقة، وتضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة. فسلامتكم قبل كل شيء. ومع خبر مغاير، فقد كشف صندوق النقد العربي عن حجم احتياطي الغاز الذي تملكه الدول العربية، وحسب التصريحات فقد احتلت الجزائر المرتبة 4 عربيا باحتياطي بلغ حوالي 4.505 مليار متر مكعب، حيث جاءت في الصدارة دولة قطر باحتياطي أكثر من 23 مليار متر مكعب، ثم دولة السعودية بأكثر من 8 مليار متر مكعب، ثم تليها دولة الإمارات العربية باحتياطي بلغ 7.73 مليار متر مكعب. ومع خبر أخير، إشراف وزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بالعابد على اختتام أشغال ملتقى تحضير دفتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وكذلك نماذج من الاختبارات لكل المواد وأدلة إعدادها، والتي سيعتمد عليها مفتشو التعليم الابتدائي عبر جميع ولايات الوطن لتحضير الامتحانات في المواد المعنية: اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الأمازيغية، الرياضيات، التربية العلمية، التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية، وكذلك مادة الفرنسية. ووفقا لنفس بيان الوزارة، فهذا يأتي تمهيدا للامتحانات التي ستجرى في نهاية السنة الدراسية، حيث تابع الوزير عرضا عن كيفية إعداد امتحان في مادة اللغة العربية نموذجا وكيفية تقييم المكتسبات المنتظرة من هذه المادة في هذه المرحلة. وبهذا متابعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم لموجز الأخبار. ابقوا في المتابعة ليصلكم جديد الجزائر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى موجز أخبار آخر إن شاء الله.